كأنها القيامة، ليلة لا تشبه غيرها، فسماء المدينة هنا في نوى أضاءتها مئات الغارات الجوية والبراميل المتفجرة والقذائف والصواريخ لتحول أحياءها إلى ركام وتخلف عشرات الشهداء والجرحى من أبنائها. القصف على نوى جاء بعد عودة آلاف المدنيين من الشريط الحدودي مع الجولان إلى المدينة عقب اتفاق بين الفصائل والوفد الروسي على غرار الاتفاقيات الموقعة في مناطق درعا. قصف استهدف الأحياء السكنية ومشفى نوى الميداني ومركز الدفاع المدني في المدينة، كما طال أيضا تلتي الجابية والجموع المحيطتان بنوى. فرق الإنقاذ والدفاع المدني أعلنت تردي الوضع الطبي في المنطقة وعجزها عن انتشال الجثث وإجلاء الجرحى بسبب القصف المستمر وإغلاق الطرق وعدم وجود سيارات الإسعاف. على صعيد خريطة السيطرة غرب درعا، فرضت قوات النظام سيطرتها على عدة تلال استراتيجية مهمة كتل الحارة وتل أم حوران، بينما تحاول السيطرة على ريف القنيطرة الأوسط وسط قصف عنيف تتعرض له المنطقة. لا يجد الأهالي هنا في نوى سبباً لقصف مدينتهم بهذا القدر من القذائف والصواريخ، فالنظام على ما يبدو اتخذ قرار الحرب وهدم المدينة بخرقه لاتفاق المصالحة الذي ترعاه روسيا، ليبقى النازحون والهاربون من القصف على الحدود يواجهون خطراً حقيقياً نتيجة اقتراب قوات النظام منهم على بعد 6 كيلومترات.